هاي جاد. بونجور. كيفك اليوم؟ أنا منيح. سافا؟ رواء. لما شفت هالخبزات قلت أكيد عم نعمل شيء طيب. عن جد بشهوة الخبزات، ما بعرف إذا فينا نشوف الخبزات. اليوم الروسات. بإيدك. اليوم الروسات رح نعمل أوبن ساندويتش، هلا رح نشوف كيف. رح نغير فيها شوي ورح يكون في حدا سوب باردة. أوف. الباز تبعها أفوكا. هلا رح نبلش ديركت نحن لنستفيد شوي من الوقت. يلا. رح نعمل السوب نرجع نبلش نشوف كيف رح نطبق الساندويتش لانه رح نغير فيها شوي كمان. أوكي. هون عندنا افوكا، عم نشيل البزر. هيدا اختصاصي عاده. انت بعد شو بدي اعمل؟ اوكي سو سوب بارده. ايه سو مش رح تنطبخ؟ نو 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 ابدا، رح تشوفيها شيء كتير بسيط، شيء كتير طيب وصيفيه. وبنفس الوقت هيدا الباز فينا نحن نغير فيه، يعني فينا نحط مع كروفات. أوكي. فينا شي نهار نحط مع جبنه بقلبها، شقف جبنه، شويه جو تشيز نفرفطهم بقلبها. كمان بيصير حلو. بس اليوم رح تكون هي بلا شيء بقلبها لانه رح يكون في حتى الساندويتش. مزبوط. اوكي. لكن الافوكا ساندويتش باردة أو سخنة؟ الساندويتش باردة بس الجبنة رح نشويها، الحلوم. أوكي. رح نحطها شوي على المقلية. خلينا نعمل شغلة أول شيء، نمعسهم شوي لنهينهم على المكنة. نحن هون شو بدنا ننعمهم بالمكنة؟ رح نطحنهم. إيه سو ما بيكفي بس بالشوكة؟ نو 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 أبدا، هلا رح تشوفي شو رح نعمل. بتعرفي شو هيك لنحطهم بالاكبر لانه رح نزيد عليهم بعد غير اشياء. اوكي بهار اسود، ملح، مرقة خضره، يعني هون عندنا لفت اوفر خضره سالقينها ومسقينها ومصفينها. رح ناخد هلا، انت بالقعده هونيك تغير عليك اشياء كثيره. ايه كثير اشياء. انا عبالي هيك قرب وساعدك. كنت تشاركي جدا يعني. بترجع بترجع هالايام جد. هلا بعد هيك شوي لازم نحافظ على التباعد. طيب لكن هلا الليزون تبعها بدها تكون اذا بدك مثل اللبن شوي سميك. خليني معسها شوي لتاخذ بعضها على المكنه. هلا رح نرخي ونشد بالبويون، نشد بالزيت. واخر شيء اكيد بدنا نشوف قصه الملح والبهار كطعم. لكن أفوكا، مرقة خضرة، زيت زيتون، ملح وبهار، معصرة حامض. بلشت تاخد بعضها. هذا المطلوب. إذا بتلاحظي بلش تصير هوموجين أكتر. بعد شوية مرقة. هلا آخر شيء رح ندوق إذا بدها ملح وبهار وعصرة حامض كنكهة. هذا الليزون المطلوب. اذا بتلاحظي صارت مثل اللبن القاسي، بدنا نرخيها شيء بسيط بعد، يعني مبدئيا ما بقى رح نحط لها بويون. اذا بدها شيء
هيدي هلا خلينا نقدر ندوقها ثانية بس لنقدر قبل ما نشيل المكنة نخلص لها كل النكهة. سو بدها تكون رخوة نقدر ناكلها بالمعلقة. مزبوط يعني بدنا نشيل ملعقة يطلع فيها مش ال يعني مالنا سوب سوب كاليزون. ايه مش انه رخوة كثير. لا أكيد لا. شوية حامض بعد. هيدي هي. اوكي. رح نخلطها ونشيلها. نحطها على جنب. يلا. لكن رح ناخذها نحطها بالبراد. بهالوقت بنكون عم نشتغل بالساندويتش. بدنا نزيد شي عليها بعد بعدين او لا؟ لا رح نحط على وجهها ورق كزبره بالبرزنتيشن، هلا رح نخليها بالبراد. اللي رح نعمله رح ناخذ عندنا دراي توميتو، عندنا زيتون وعندنا شيري توميتو، هلا هون اللي رح نعمله هو رح نعمل سبريد صغيره بس لندهنها على الساندويتش. بشكل كتير بسيط رح ناخد شوية كريم تشيز، ما بدنا نكتر الباقي لأنه هلأ رح نخلطهم مع بيستو. أوكي. ورح نشوف شو رح نعمل فيه. شوية دراي توميتو ما كتير. ليش؟ لأنه هلأ بالزينة رح يكون فيه دراي توميتو وزيتون. حلو. هو هيك شوي بس ليلزق الجبنة عليهم. في ناس تعمل لبنة بدل كريم تشيز؟ بنكون شوي عم نغير الطعمه، مش انه ما فينا بس غير طعمه بتفرق كطعمه. ايه صح هون ادسم. اوكي وما فيها طعمه الحموضه. ايه الحموضه مزبوط. شويه نعنع. اوكي بهالوقت رح حمل مقلية رح بلش حط الحلوم. سو هيدي الخلطة لكين اللي عملناها تكون سبريد على الخبزة. رح نحطها قبل على الخبزة. ما نحط الحشوة يعني. رح نشوفها كيف ديركت هلا أنا وياكي، بس قبل خليني مرق شوي الحلوم لأن بياخذوا شوية وقت. اوكي. لما نشوي الحلوم في نزوم نحط زبدة أبدا. زيت. مواد دهنية ما ضروري. هلا مش انه اذا حطينا بننزعها لا بس ما بحاجه مش بحاجه يعني هلا رح تشوفي اطيب اطيب واخف وبنفس الوقت هلا رح تشوفي اول ما نحطها بلش تبق ميتها شوي ايه بترجع بتنشف بترجع بتنشف وبعدين بتاخذ اللون يعني مزبوط خففلها شوي. هيدا القالب بيعمل 3 ساندويتشز او 2؟ هلا نحن ما رح نعملها دوبل، رح أوكي. نعملها شقفة وحدة، هلا رح تشوفي كيف. رح نجرب ناخذ التوب ليش؟ ايه يعني وجه واحد من مزبوط لأنه فيها كمية. بس خليني أشوف هي بتساعد بالصحن بالبرزنتيشن. اوكي. رح نجرب نعمل 2. ولكن شوية كريم تشيز تطلقت البندورة المجففة مع الزيتون الأسود وفرمة نعنع. I think هيدي أهم شيء بالساندويتش. أهم شيء بالساندويتش هو السبريد والخبز. سبريد يعني كثير عنا يعني تندانس ما نفكر بالسبريد. مزبوط. نتحمس على الحشوة. أهم شيء لينجح الساندويتش اللي عم بتقولي شاركوتري بس بتكون ناشفة. مظبوط هو الخبز اهم شغلتين الخبز والسبريد لان اذا عندي خبز كثير طيب كانت دراي الساندويتش ما عدت استطعمتي بالشيء مظبوط
مايونيز يعتبر سبريد. هلا يعتبر سبريد بس انه الافضل ما نروح عليه لكثير اسباب يعني. اسباب الفات. لا بس اذا مش عارفين كيف نلبق السبريد بالحشوة ننتبه على شغله، فيكون هو الباز لسبريد، مش يكون هو او جزء من السبريد. مش لحاله يعني. لا أي. اكيد لا. لا انتبهي، فينا نحط صار عم نحكي صرنا بغير مطرح يعني. مثل نتكتك فيها للساندويتش. انا رح احط هول هيك بشكل انه بدي سند عليها الحلوم اللي بدها تيجي هلا. اوكي جرب نوقفها شوي لانه هي رح تضلها مكشوفه الساندويتش. هيك رح تكون، مش رح نسكرها. هو هذا الحلو بالاوبن فيس انه كل الانجريدينتس فيك تشتغلي فيها برزنتيشن كانه عم تعملي صحن عادي. رح اعمل شغله للحلوم، رح اخذ هالزعتر بلش نقلبهم. هيك اللون المطلوب. انتبهي يعني بعدنا هون ما حطينا شيء. هلا هون بدنا نروح اكثر باللون فينا. ايه اتركها بعد شويه وقت. بس ما بنخاف اذا تنشف كثير. ما هو هون البالانس اللي بدنا نلاقيه يعني. ايه هون اللي يعني على جنب. مش كمان تكون قاسيه. اكيد لا نحن بدنا خاصة لما تبرد. بدنا نشوي على حراره عاليه. ايه لا ما في شك شو ما عملنا بالحلوم بس يبرد اذا شويناه رح يكون قاسي. بدها تقسى. ايه هيدي اكيد. اوكي. والاساس انه نطبخ الحلوم ودغري اذا بدك نخدمه. ايه مزبوط ما ننطر عليه. حطينا هيك فرمة زعتر، هلا رح تشوفي قديش رح يعمل فرق بالطعمة. حلوة فرمة الزعتر. ونعنع كمان بيمشي معه. ايه اكيد نعنع. هلا رح نستعمل بالزينه، خليهم بعد شوي على رواق. رح افرم شويه دراي توميتو. بلش شيل اللي استوى. هلا في شغله بعد ما عملناها رح نعملها هلا اللي هي الشغله اللي هي رح تعطيها اذا بدك الفرق باللون، اللي هو كريم تشيز بيستو. يا رح نخلص البرزنتيشن. اخذنا بيستو خلطنا فيه الكريم تشيز، ناخذ هالخلطة. افتكر تخيلتي لشو؟ يامي. شو اساسي انه كل شيء يكون لابق على بعضه كطعمة؟ بالطعمة وبالشكل يعني. هلا هون ما في شك رح تضيف طراوي على الساندويتش ودسامة، وبنفس الوقت رح يكون عندنا مجال نشتغل. ايه والباستو بيلبق مع الحليب وهيك نقطة خضار حلوة. سو اليوم وصفتنا open face sandwich، سو مش رح نطبقها للساندويتش. شوينا حلوم وعملنا spread اساسه شوية cream cheese مع فرمة نعنع
وبندورة مجففة وزيتون، وفي سوب باردة حدن لحيب البراد إذا ما لحقتونا بأول الفقرة. فهي أفوكا مع شوية مرقة خضرة، حامض، ملح بهار وزيت زيتون. مضبوط. بالوقت الباقي رح نشكشكها، بعد عنا النعنع رح نحطه. بتعرفي شو؟ نخليهم لبعدين للبرزنتيشن؟ ايه والله فكرة حلوة. ايه فكرة حلوة عجبتها. تعال نرجع بعد البريك لكن. واو شو هيدا شو هيدا. هلا بتقولي لي كومبينيشن غريبه تفتح القلب. لا ما انا غريبه، حتى بنحط افوكا مع صح. الحلوم هذا اللي بدي اقوله انه ايه؟ اخذناها من كونديمنت بقلبها عملناها. لا وكثير حلوه فكره انه افوكا ناكلها كسوب، يعني ناكلها ناكل كميه منها، ما تكون بس انه ديب تكون بقلبها سبريد بساندويتش. رح اعمل بعد إذا ما حطينا مرقة خضرة جاد تفرق كتير؟ تفرق إنه بدك تروحي على مي، وإذا رحتي على مي عم بتخففي طعمة الأفوكا بصير، بس إنه فينا نفرم لها نعناع أو كزبرة بقلبها بقلبها الأفضل نحطهم هيك. أوكي عرفتي، لأنه بس تفرميهم رح يبطل، يعني رح تصير طعمتها أوفر كزبرة. بتطلع قوية. بدي بعد شوف إذا very nice. تنبرش هاي منبرشة. So sandwich فيه لكينا السبريد وفي الحلوم المشوية أكيد. إذا شايفين هول البولات الخضر شوي، هو مزيج من البستو مع شوية كريم تشيز. كريم تشيز إيه لنعطي شوية شوية لون وشوية very nice. حطينا برش حامض على وبرشة حامض على الأفوكا. هلا حلو، ما بقى بدها شيء أنا برأيي. كتير حلو، فكرة كتير مهضومة خاصة هلأ عم نميل أكتر للأكلات الصيفية الباردة خاصة ايه على الشوب. قصة الشوب هاليومين بدها هيك روسات، وايامات ما بيكون إلا جلادة نطبخ ونوقف ساعات على النار كمان من وراء الشوب. هلأ انتبهي، هي الفكرة إنه واحد مش إنه نحن هيناها عم نعمل ساندويتش، انتبهي. لا هي بدها شغل أكيد. هي بدها شغل وبدها هي الفكرة كمان فكرة أوف كورس. هو الصعب انه تروحي على ساندويتش وتكون الفكره جديده، لانه الناس بيفتكروا انه الساندويتش هي شيء هين، هي بالعكس ابدا. ايه ايه بالفعل. حلو يلا خلصنا، خلصت بتجنن، صحن كثير حلو جاد. ثانك يو مشاهدينا، رح ناخذ وقفه وكافيين لايف.